حسن محمد علي قافاردي أفين كحسب قتلاد سومالي لان هيا كلمية ويوهلينيين مسؤولين سرسرو كترسان حسب قاسي ومان تشير شرايد كو قبتين مقالة ده هرقيسا أيهو سوچه ديهو قان كحسب معارض كاي ودني يني بلشاد يتاقيريا شو داي كاقن عيان وچه ده رسمي قاي صفر كاي دوان كو تيغين بويدي مقالة ده نوروبية دالكا كينيا تاسو غار كمي ده ورباين توي قرينين مسؤولين تهال كاسي كلاب كلمين رئيس الوسارة الدولة ده فدرال كاي سوماليا وحي بوچه ساين ودي ده وراح وقال كي حسب جوادني على كل من تتكلم إذا دورة حمود الشر أو كم ذي إبراهيم مستقل ورع عبد الرشيد كان الله هذا سيدي مصطفى كان دي حسب جوادني دورة دور الشر لولا مدورة الصومالي وحيا الله ورك ما تجونا تركين يا قريان وحيلون هاي حسب جوادني كأجر ياشي سبلاني إن هي تد في الصومالي وكان هناك أشخاص يقولون أن هناك أشخاص يقولون أن هناك أشخاص يقولون أن هناك أشخاص dhinaca kalena gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Abdullahi Ciiro oo maanta ka hadlay munaasabad xisbigaasi ku soo dhaweeyay taageerayaal ku soo biiray waxa uu ka yidhi xisbiga kulmiyeen ay ka dambeeyeen arintaasii warbaahinta lagu faafiyay waxaanu Mr. Ciiro meesha ka saarin haba yaraatee wafdigii uu hoggaaminayay dalka Kenya intay ku sugnayeen aan wax kulamo la qaadin masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya دري هذا من بعد الله تلاقي كل بيعال واي نعطي واي كم مشهورة إلى سو رئيس كم كمان أو يبين كسم هي حسب جوطاني حسب جوطاني وش سوى عليها أما نيرو بها ترى أما دي من دهوا أما بده هاتف برنامج عب أو سياسية أيدور يأيدور كتير جميل. أهل بيت كاي. إسماعيل لا ما يلاه. إسماعيل ما هو كم يا مرة ما. وحصل يا وحي خوني ويا. إسماعيل لا. وطني خوني مايا. ما ده اللي سنا وخوني مايا. هي من أطول كي أيك شيء يعني بيك شيء. برنامج كيس بيت كاي. إن هدف كتير. شابتر كتير. عطف الكروان البرنامج السياسي يعني ودوريستا زولي ستاك سوالي maalmihii ugu dambeeyay ee warbaahintu waxay si weyn u qaaday dhigaysay wafdigii ka tirsanaa xisbiga wadan ee safarka ku tagay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ay halkaas kulamo kala duwan kula yeesheen masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo arintaas ay ka dhalatay kadib markii sawir kala duwan maalmihii ugu dambeeyay lagu baahinayay baraha ku kulmaan bulshada loo yaqaan social media halka qaar ka mid ah wargeysada ka soo baxay magaalada Nairobi ayaguna qoreen warbixin iyo maqaalo isku la diyo arintaas ku saabsan Cabdiraxmaan Abdullahi Fantastic Star TV Hargeysa.